السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الفاضلات، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا فطائر معمرين أو مخمرات معمرين. غادي نحتاجوا جوج ديال الجزرات محكوكين، جوج ديال القرعات محكوكين كما كتشوفوا، بصلة، أنا استعملت بصلة صغيرة متوسطة مشلضة كما كتشوفوا، وكفتة ديال لاداند عندي بالنسبه للتوابل، معلقه ماشي عامره، معلقه كبيره ماشي عامره بزاف ديال الفلفل الاحمر، معلقه كبيره ما عامراش بزاف، يعني نفس العبار ديال الكمون، وواحد شويه ديال الابزار كما كتشوفوا انا ما كنستعملش الابزار بزاف، والثوم المجفف الا ما عندكش الثوم المجفف ممكن تستغني عليها، والملح حسب الذوق. غادي نمشيو لطريقه التحضير ان شاء الله. في مقلاه كان غادي نوضع الزيت، ثم ندير البصله، ثم باقي المقادير كما كتشوفوا، ثم اخواتي خليكم معايا تشوفوا باقي المقادير اللي غادي ان شاء الله نضيفها. بالنسبه للعجينه اخواتي غادي نحتاجوا هنا زلافه ديال دقيق الفرص كما كتشوفوا من النوع الممتاز، غادي نحتاجوا زلافه من الدقيق الصلب او قمح الفينو، غادي نحتاجوا الماء دافي، غادي نحتاجوا نصف ملعقه سكر ونصف ملعقه ملح كما كتشوفوا نفس العبار، نصف ملعقه سكر نصف ملعقه ملح، وغادي نحتاجوا الخميره العاديه ديال العجين. غادي ندوزوا لطريقه التحضير. بالنسبه للعجينه اخواتي اللي بغات، بالنسبه قبل ما نبدي انا يعني ما غاديش ندلك لانه غادي نختصر باش دغيا هالطريقه في السعي يطلع لي يخمر لي العجين. بالنسبه للاخوات اللي كتفضل انها تدلك ماشي مشكل تدلك، ولكن انا يعني غادي اختاريت هالطريقه اللي غادي نوريكم حاليا باش في السعي يعني بسهوله يخمر ونختصر الوقت ان شاء الله. نبداو على بركه الله. العجينه ديالي راها خمرت اخواتي كما كتشوفوا، خليتها مده 15 دقيقه خمرت، ودابا غادي نضيف يعني دابا عاد غادي نضيف الفينو باش نجمع هاد العجينه. خليكم معايا تشوفوا الطريقه ان شاء الله.
وهنا كما كتشوفوا معايا اخواتي العجينه ديالي شكلتها الكرات، وبديت كنعمر هنا في الحشوه، ولكن قبل نديروا اليديا درت لهم الزيت واللي حتى الارضيه اللي كان بالنسبه للارضيه اللي راني نبسط عليها العجينه، وحتى العجينه نطلع لها شويه الزيت لانه باش ما تلصقناش في اليدين ديالنا. وكما كتشوفوا كنعمر الحشوه ديالي وكان نحاول نجمعها على اطراف الاصابع مزيان باش ما تخرج ليش الحشوه من الجوانب. ومن بعد ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو جديد لانه كاينه طريقه جديده باش نعمروا الحشوه، كاينه واحد الطريقه جديده باذن الله، ان شاء الله نخليوها للفيديو ان شاء الله جديد. وكنقول لكم اخواتي نتمنى انكم تجربوا هاد المخيمات لانه كيجيو رائعين ولداد، وكما ما غاديش ياخذوا لكم بزاف ديال الوقت يعني بسرعه يوجدوا، وخصوصا اننا ان شاء الله داخلين ان شاء الله في شهر رمضان المبارك، لانه الموائد ديالنا يعني يحتاجوا لهاد الوصفات اللي خفاف واللي ما كياخذوناش بزاف ديال الوقت. نخليكم مع تتمه الفيديو وتشوفوا الشكل النهائي ديال الخمارات ديالنا. نقول لكم اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الغاليات كما كتشوفوا المخمرات ديالنا راهم جاهزين، راهم كيجيو رائعين وبنان وما ما كياخذوش الوقت وكيوجدوا بسرعه واقتصاديين جدا، وممكن نستعملوهم في الموائد الرمضانيه، وخصوصا اننا يعني مقبلين على الشهر الفضيل الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر. وكما كتشوفوا العجينه كتجي، الحشوه كتجي رائعه، والعجينه ايضا كتجي رقيقه. وكنصحكم انكم تجربوهم اخواتي، ومن هذا الفيديو نقول لكم مع السلامه ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.